بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة فطره لأخيه الفقير أو أخته الفقيرة أو عمه أو خاله أو خالته؟ نعم يجوز، هي كزكاة المال تماما، يجوز للإنسان أن يدفعها، ولكن لا يدفعها لا لأصل ولا لفرع، يعني لا يعطيها لابنه أو ابنته، ولا يعطيها لا لأبيه ولا لأمه أو جده وجدته. فكذلك الإنسان يجوز أن يدفع زكاة فطره لأخيه الفقير، فهي زكاة وصلة، والله أعلم.